بس مقابل ما استفادت استفادة حقيقية من هذا الخط. ما عرفت له أهمية بقدر ما عرفت أهمية للعمل اللي لازم أقدمه. ما أقدر أساعد كل الناس، بس قدر الإمكان ساعدت كثير. احنا بصراحة بالجديد الشرطة العراقية الفترة الأخيرة، خصوصا العشر سنين الأخيرة يعني، تغير وضعها 360 درجة. ليش؟ بدأت تتدخل بقضايا خاصة بالمجتمع، بدأت تقدم خدمات كبيرة إضافة للخدمات الأمنية والخدمات المجتمعية. بالتالي ماكو مشكلة نطي، بس هذا تعرف أنت أكو هواي حالات موجودة بالمجتمع لازم تساعد. بس قلت لك وقت ماكو، أنا أتمنى أنه اليوم يصير 1000 ساعة مو 24 ساعة، حتى أقدر مثل أكثر عدد من الحالات نقدر نساعدها. اليوم زين يعني، كان عندنا إنجاز أنه تم اعتقال أشخاص متهمين بقضايا إرهاب، واعتقال مجموعة أيضا عندهم مخدرات. إيه ساعة 8:30 أوصل للبيت، أنام ساعتين، 10:30 أقعد، وأيضا أباشر عندي هواي مهام باشر. Available now on Video On Demand.